شهدت قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم تطورات جديدة، فذكرت مصادر قضائية لبنانية أنه بيانات الاتصال كشفت أنه الشاب محمد الموسى اللي اقتحم منزل نانسي عجرم كان بيتعقب زوجها فادي الهاشم من فترة، فاتصل أكثر من مرة برقم العيادة الخاص فيه وهو الرقم المدون عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقصاء المعلومات. وتبين أن المعتدي ما تواصل مع الدكتور الحاشم شخصياً بتاتاً، كما ظهر أنه زار محيط مقر العيادة مرة واحدة في بداية عام 2019، وفي أحد اتصالاته أخذ موعد عند فادي الهاشم وحدد له موعد في 26 من شهر آذار الماضي وما حضر للموعد. هذا واستجوب القاضي فادي الهاشم لمدة 3 ساعات، واتخذ بعد هيك قرار بتركه رهن التحقيق. بعدين حدد جلسة جديدة رح تكون في 10 آذار المقبل على أنه يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسي فادي الهاشم للاستماع لإفاداتهم. وبحسب مواقع صحفية، كشفت مصادر قضائية بعض المعلومات اللي أظهرتها الجهات المعنية بالاطلاع على داتا الاتصالات الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، فتبين أنه سارق منزل نانسي عجرم تعقب نجوى كرم وهيفاء وهبي من خلال البحث عن أسمائهم بكثرة وأماكن منازلهم، بالإضافة لعدم وجود أي تواصل بين رقم القتيل والرقمين الشخصيين للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم. من جهة تانية، عادت نانسي عجرم لمواصلة نشاطها الفني، فقامت بنشر صورة لصالح برنامج The Voice Kids، كما بدأ الإعلان عن حفلات نانسي عجرم المقبلة، ومن المفترض أنه تبدأ تصوير حلقات البرنامج منتصف الشهر القادم، بالإضافة لصدور فيديو كليب لإلها الشهر القادم. وبنفس السياق، توني خليفة في ورطة بسبب نانسي عجرم، وبالتفاصيل وضح توني خليفة قبل أيام موقفه من الانتقادات اللي تعرض لها على خلفية الحلقة اللي خصصها لمناقشة وتحليل قضية اقتحام منزل نانسي عجرم، خاصة أنه البعض اعتبر أنه ورط عائلة القتيل بعد استضافته لوالده وزوجته. خلينا نشوف تقرير إيتي بالعربي ونرجع. متفقين بالعقد اللي بتحصلوه من نانسي عجرم النص بالنص بينكم وبين المحامين؟ لا استاذ توني، بسمح لك فضل. ما بسمح لك اطلاقا على الاطلاق تجيب لي اسمك على الكلام هذا. تفضل، سمحت كاسه مي بلد. كاسه مي بليز اعملوا معروف. قصة التعويض والوالد الضحية، لما انت زركته هيك بالكلام وقال لك بدي كباية مي، في ناس كتير شايف الموضوع انه خلص يعني انتهت هاي الحقيقة. انا لما سألت البي عن التعويض ما سألته من خلفية اني انا عم بفتري على البي، لانه انا وردني اتصال قبل الحلقة وقالوا لي كل ما يقال انه المحامين متبرعين بالدفاع عن هذا الشاب مش مزبوط. أكد لك ما رح اسكت إذا بيتوفر لي معلومات، يعني بكرة إذا بيطلع القضاء وبيقول إنه هيدا الزلمة كان له مصاري معهم وكان يشتغل عندهم وقتل عمدا، أوعى يفكروا إني أنا ما رح أطلع أحكي. ويا ويل نانسي مني وزوجة مني إذا ثبت القتل لم يكن لأنه مجرد سبب. بعد انتشار هالتصريح، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهديده لنانسي عجرم كتصريح مجتزأ من المقابلة، وهالأمر اللي وضعه في حالة محرجة، ورد بتصريح خلينا نسمعه. أصلاً اللي اتاخد مقطع مجتزأ تماماً من حديثي توزع على الإعلام والسوشيال ميديا وصارت الردود كلها عليه. اللي بيسمع الحديث الكامل بيعرف يعني ما في بقى داعي أني أنا أوضح شو بدي أقول. أنا سئلت أنه أنت يقال أنه أنت نانسي عجرم أدابي فاتلك تا أنت تدافع عنا تعمل حلقة تستضيف فيها أهل هيدا الشاب اللي انقتل ببيتهم وتهجمهم وتحكمهم على الهوى ويعني وتعتد عليهم كلاميا. أنا جاوبت بكل بساطة أني أنا شخصيا ما في أي علاقة بتربطني بنانسي عجرم، وحتى نانسي عجرم بعد الحلقة ما تلفنت قالت thank you انك عملت حلقة دفعت عنا او حاولت توضح الحقيقة. هيدا اللي قلته، مش قلت هيدي وحدة ونعمل من نقص. بمطرح تاني قلت انا انه انا ما عالجت موضوع نانسي عجرم، ما عالجته كموضوع نانسي الفنان، انا عالجته كموضوع نانسي الانساني، اللي انا بعتبر حالي انا كطوني خليفة فايت عبيتي الساعة 2 بالليل، شفت شخص غريب بقلب البيت عندي معه فرد، أنا بتصرف بنفس الطريقة اللي تصرف فيها جوزة لنانسي.